نقف اليوم مع آيتين في سورة النور. والله خلق كل دابة من ماء، إلى قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول صاحب تفسير المنير: بعد أن استدل الله على وحدانيته وقدرته بعالم السماء والأرض وبالآثار العلوية كما مر معنا في الآيات، استدل في هاتين الآيتين بأحوال الحيوانات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها ومهماتها، فذكر أنه سبحانه وتعالى خلق كل أنواع الحيوانات التي تدب على الأرض من ماء واحد هو جزء مادتها وأساس تكوينها، أو أساس النطفة التي يخلق منها كل حيوان، وكله يسمى ماء. وسبب تخصيص الماء أنه أصل الخلقة الأولى، ولأنه أيضا لا بقاء لأي حيوان على الأرض إلا بهذا الماء، والله أعلم. هناك قراءات كما ذكر العلماء، قرأ عامة قراء البصرة وعاصم: والله خلق كل دابة من ماء، وقرأ آخرون: والله خالق كل دابة من ماء، أي على المضي فيه، وهما قراءتان صحيحتان مشهورتان. وذكر الألوسي أنه قرأ حمزة والكسائي: والله خالق على صيغة اسم فاعل كل دابة بالجر. وفي قال الإمام القرطبي في مصحف أبي بعد أن قال: ومنهم من يمشي على أربع، قال: ومنهم من يمشي بعدها على أكثر في مصحف أبي، فعلم بهذه الزيادة أنه كل ما يمشي بعد الأربع، لأن هناك ما يمشي على أكثر من أربع كما تعلمون كالعناكب وغيرها. لكن هذه القراءة قالوا يؤخذ معناها ولا يقرأ بها، لأن العلماء لأنه لم يجمع عليها، وإن كانت في مصحف أبي: ومنهم من يمشي على أكثر، بعد منهم من يمشي على أربعة، فنقول لا يقرأ بها. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب مبينات، والله كما في قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، بفتح الياء على صيغة اسم المفعول، أي بيّنها الله جل وعلا ووضحها ببلاغتها وقوة حجتها. وقرأ الباقون غير نافع بن كثير وأبو عمرو أبو جعفر ويعقوب، هؤلاء اللي قرأوا القراءة الأولى، الباقون قرأوا بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل، نعم، فمبينات نعم بإسنادها إلى الآيات، قالوا وهما قراءتان صحيحتان والله أعلم. نأتي لمعاني هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى ذكر: والله خلق كل دابة ما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، مع أن هناك ما يمشي على أكثر. قالوا هو ذكر هذه الأشياء هي المعروفة والمشهورة والكثيرة، ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى: يخلق ما يشاء، أي يخلق هذه الأشياء التي تمشي على بطنها أو على رجلين أو على أربع أو غيرها مما يمشي على 44 كما تعلمون، أو العناكب أو غيرها، كلها داخلة في هذه الآية. قال: فمنهم، من معروف في اللغة أنها للعاقل، وماء لغير العاقل، فعبر هنا بمن، قالوا تغليبا لوجود العاقل هنا الذي يمشي على رجلين وهو الإنسان وهو العاقل، فغلبه على غيره فجاء بمن، ثم جاء بالتذكير منهم، مع أن دواب منها قد يقال أيضا مرة أخرى، قالوا غلب العاقل والذكر في هذا والله أعلم. فهو هذا كل دلالة على إرشادي والبيان في ذلك. قال العلماء هذا الترتيب: فمنهم من يمشي على بطنه، قالوا سماه مشيا وإن كان زحفا، معروف أن تسمى هذه الزواحف، تسمى الزواحف، لكنه في الحقيقة مآله إلى المشي. قالوا بدأ بها لأنها أعجب، لأنها مضطردة كالحيات وغيرها كما تعلمون من الزواحف، كونها مضطردة في هذا المشي وهذا تمشي بهذه الطريقة، بل إن الإنسان إذا رآها وهي تمشي يتعجب منها أكثر مما يتعجب من مشي على رجلين أو على أربع، لأنك تلحظ طريقة مشيها أو زحفها، فتجد فيها القدرة الباهرة، قدرة الله جل وعلا الباهرة في هذا الجانب. قالوا وبدأ ثم بعد ذلك على رجلين ثم على أربع، قالوا لأن أسهل المشي هو ما يكون على أربع، فجعل آخر شيء، وأسهل منه ما يقع بعد ذلك والله أعلم. وأيضا
قالوا يخلق ما يشاء، قد تتجدد أشياء لم تكن معروفة للناس والله أعلم. أيضا زعم الفلاسفة أن اعتماد ما له أكثر من أربع يمشي على كالعناكب أو ما يقال بأربع أربعين أو سبعة وسبعين رجل، قال الفلاسفة أن ما له أكثر من أربع فإنه يعتمد على أربع فقط، والصحيح أن هذا قول لا أصل له ولا دليل عندهم، فما ما جعل الله له من هذه الأرجل إلا لنفع سواء بلغت عشرا أو عشرين أو ثلاثين، وقولهم لا أصل له والله أعلم. فقال لقد أنزلنا آيات مبينات، قال هنا في هذه الآية في أن هذه الآيات كلها تذليل لكل ما سبق، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد نقول قد أنزلنا آيات مبينات كما مر معنا، قد تكون مبينات في القراءتين أو مبينات أي بيّنها الله جل وعلا، أو مبينات أي بيّنت نفسها إسناد التبيين إليها لوضوحها والله أعلم. بينما قال في السابق ولقد أنزلنا إليكم آيات المبينات، قالوا هذا خاص بما سبقها، أما هذه بدون العطف فهي تشمل كل ما سبق في هذا الجانب في إنزال هذه الآيات وبيانها. ثم قال ولقد أنزلنا إليكم في الآية الأولى التي هي آية 34، أما هذه الآية قال لقد أنزلنا آيات مبينات أو مبينات على حسب القراءتين. ذكر العلماء لفتة جميلة هنا، قالوا في الآيات ولقد أنزلنا إليكم أي خاطب المؤمنين، لأنهم هم الذين يدركون الآيات القرآنية وما ذكره قبلها من آيات، أما ما يتعلق بالآيات الكونية كالزواحف والدواب وغيرها فيشترك فيها كل العقلاء من المؤمنين وغيرهم. فهنا قال وما قال لقد أنزلنا آيات في هذه، ما قال لقد أنزلنا إليكم، إنما خص الأولى بالإنزال لأنه خاطب بها المؤمنون، أم خاطب بها المؤمنين. أما هنا فإن قالوا لكل ذي عقل، وكم من إنسان أسلم بسبب تفكره في الكون أو تفكره في مخلوقات الله جل وعلا من هذه الحشرات وغيرها، ولا تختص بالمسلمين والله أعلم. وثم بعد ذلك ختم الآية بقوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومر معنا أنواع الهداية، أن تكون هداية التوفيق وتكون هداية الدلالة وهداية الإلهام إلى غير ذلك من أنواع الهداية التي مرت معنا سابقا في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي هداية توفيق، وإلا فجميع الناس قد هداهم الله جل وعلا أي بدعوتهم للهداية والبيان والوضوح، ولكنه قالوا إنه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. ولهذا فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فلنسأل الهداية ممن يملكها وهو الله جل وعلا. أيضا ذكر ابن القيم أسباب سأذكرها باختصار محافظة على وقتكم، أسباب عظيمة تحول دون الهداية، ذكر قرابة عشرة أسباب أذكرها باختصار. قال من الأسباب ضعف معرفتي بهذه النعمة، بعض الناس يتصور أن النعمة هي بالمال أو بالثراء، لا، أعظم نعمة هي نعمة الهداية، فعدم معرفة الإنسان بهذه النعمة يجعله لا يهتدي. السبب الثاني عدم الأهلية، فبعضه الناس قلبه قاسيا كأنه حجر، مثل الأرض التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبت كما قال ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فبعض الناس قلبه كما قال تعالى كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فوجود القلب هكذا يحرمه ويحول بينه وبين الهداية. أيضا سبب ثالث قالوا أن يقوم مانع من الهداية إما حسد أو كبر، مثل إبليس، فإبليس كان يعرف الحق قطعا، ولكن الحسد هو الذي منعه من الهداية، بل إنه انتقل إلى الضلال والعياذ بالله، كان من الملائكة ومع ذلك أصبح هو عدو الله جل وعلا حسدا وبغيا وكبرا وتعنتا واستكبارا. وأيضا من الأسباب قال مانع الشهوة والمال، وهذا كذا كان يفعل اليهود، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هناك أناس الآن يعرفون الحق والله ويسكتون عنه من أجل مصالح إما منصب أو مال أو شهوة أو شهرة،
فإذن مانع، إذن مانع الرياسة والملك مع مانع كل هذه تمنع من أن يكون الإنسان والعياذ بالله أن يحقق هذا المعنى. فإذا مانع الرياسة والملك كذلك كما حدث لعبد الله بن أبي كان ينتظر التتويج، قال وكهرقل، أهرقل عرف الحق وناقش أبا سفيان، هذا قبل إسلامه، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا أغلبن على ما تحت قدمي، ولكن حرصه على الرياسة والملك كان حائلا دون أن يهتدي ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يمنع أيضا محبة الأهل والأقارب والعشيرة بالباطل، وكثير من الذين هاجروا تركوا أهلهم وأموالهم كما بيّن الله جل وعلا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فكثير من الناس يستصعب مفارقة الأهل. الآن بعض الذين يأتون إلينا ويعرفون الحق يقول لكن أخشى من أهلي، أخشى مقاطعة أبي، أخشى مقاطعة عائلتي، أخشى من طلاق زوجتي، فيفضل هذا على الهداية. أيضا محبة الدار والوطن والأهل والعشيرة، كل هذه من الأسباب التي تمنع صاحبها من الهداية. أيضا هناك أيضا بعض الناس يتصور أن اهتداءه فيه طعن به، كما بعض الشباب يرى أن الالتزام والاستقامة نوع من النقص فيه، ولذلك بعضهم تقول له لماذا لا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو مسلم ومع ذلك يقول أستحي. تستحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا ترفع ثوبك فوق العقب؟ قال أستحي. لماذا تفعل كذا وكذا؟ قال أستحي. هذا نوع مع كل أسف يتوقع أنه في ازدراء التزام السنة. أذكر أننا قلنا لبعض الناس في بعض المطارات الدولية قم أذن، قال أستحي، أما أذن أمام الكفار كيف تستحي؟ يجب أن تعلن وتجهر، ما في ضرر، لو كان في ضرر لا قلنا صحيح. فإذا هناك من يمنعه ذلك من هذا الجانب والله أعلم. أيضا يقول ابن القيم إن مانع الألف والعادة والمنشأ مع أنه من أضعف الأمور هو من أكثرها شيوعا. عجيب هذا اللفت من ابن القيم، يقول إن الإنسان يألف شيئا ولا يريد أن يفارقه فيترك الهداية بسبب ذلك، مع أنه من أضعف الأمور، ما في أسهل من أن يفارق الإنسان عادة عليها، هي تحتاج عزيمة فقط، ومع ذلك يقول هو أكثر ما يوقع الناس، لأن الانتقال من وضع إلى وضع يستصعبه البعض مع أنه يحتاج إلى عزيمة والله أعلم. وأخيرا هناك عجائب كثيرة جدا في خلق الله جل وعلا، ولدي الوقت على وشك الانتهاء. ما يتعلق بي، لو أخذنا مثلا النمل، وسبق أن ألقيت فيها محاضرة قبل 20 سنة في كلام العلماء عن النمل، وتحدث عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه بالذات النمل وما فيها من عجائب التفكر فيها والتأمل، وذكر فيها من أنواع العجائب النمل والصدق والحرص أيضا والتصرفات فيها. من أراد توسعا فليرجع إلى محاضرة النملة، وهي فيها تفصيل ودراسة علمية وليس دراسة عاطفية عن موضوع النمل، حتى إنني ذكرت فيها النمل الأبيض، والنمل الأبيض هو المعروف بالأرضة، الأرضة المفسدة، هذه الأرضة المفسدة. وذكرت وقتها أن ذكر بعض العلماء أن الأرضة تحفر في الأرض عدة أمتار وتطمئن أكثر ما تطمئن في الخفية، بعكس النمل الآخر. النمل الآخر تجده يمشي أمامك واضح، بينما النمل الأبيض لأنه مفسد تجده مختفي وقد لا يرى، ولذلك يختفون. قلت هكذا أهل الفساد يحاولون أن يتدثروا بالفساد، أن يتستروا بفسادهم، ثم تهوي الأمور عليهم بما يفسدون الكتب تفسد غيرها. كذلك هؤلاء إذا كانت الأرض تفسد حسا وهو النمل الأبيض وهي مفسدة ولا شك ويجوز قتلها وإبادتها، فهؤلاء كذلك مفسدون، لأنهم يفسدون العقائد ويفسدون الدين ويفسدون الأخلاق، فلهم شبه بهذه الأرضة. أما النمل الأسود أو الأحمر فإنه نمل سهل واضح يعيش بين الناس، ترى تستطيع أن تراقب تصرفاته، لكنه وليس في إفساد. حتى قالوا أن من دقته كما ذكر ابن القيم أن النملة لا تأكل من طعام غيرها إلا إذا قدم لها، إذا قامت نملة وأخرجت شيئا من في الشتاء جاءها الماء ثم أخرجته في الصيف نشرته، لا يمكن تأتي نملة أخرى تأكل منها أبدا. فكل دليل على صفائها، وهذا طبعا الله سبحانه وتعالى فطرها هكذا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لكن فعلا من عجائب المخلوقات، ولذلك ذكرها الله جل وعلا في قصة سليمان، بل سمى سورة باسمها. وكم آلمني عندما قرأت يوم من الأيام
لأناس يحسبون أنفسهم ويسمون أنفسهم أنهم من طلاب العلم، يحذرون من أحد الدعاة ويقولون هذا الرجل يهتم بالحشرات، انظر يتكلم عن النمل. سبحان الله، سورة اسمها النمل، سورة اسمها العنكبوت، كيف يقولون هذا الكلام؟ أين علمهم؟ أين تقواهم؟ أين؟ فسبحان الله، قالوا أن يتكلم عن النملة أو يتكلم عن العنكبوت أو هذه سور كاملة في القرآن اسمها سورة النمل وسورة العنكبوت، فإنهم لا يدركون مغازي مقالاتهم وكلام في هذا الأمر. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو القرآن، ونواصل بإذن الله في الدروس القادمة، وإن ضاق بنا الوقت على هذه السورة سأخصص الدرس أو الدرسين الأخيرين بإذن الله لإكمال سورة النور، ونحن مستمرون في هذا المنهج بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وما يعودنا يوم الثلاثاء بإذن الله في مسجد الراجحي مع سورة قريش، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.